مره في المليار. ماذا بين الناس كما نقولوا احنا تخلينا من ديك الخلافات وديك المشاكل وديك الفتح الامور نتاع الولايه في نتاع البلاد في المقاهي وديك من حاجه. والشيء اللي نعيبوا نعيبوا انا نعيبوا عليه طرف نتاع البلاد ما نعيبوش على الناس على بواتنا ولا حاجه. يعني طرف البلاد نورمال الناس كما نقولوا احنا تسلم لبعضها ما نقعدوش بديك العقليه نتاع هذا زيد اذا شعم بي هذا ولاد من الشيخ هذا من بريكي هذيك من حاجه. اليوم رانا خلاص اليوم راه كاين عندنا مجلس ولائي 100% 100% المنيعه صاي بكري صح ما كناش كانت ناس منظمه علينا كما نقولوا احنا كنا في مجلس ولائي قردايه كانت الناس منظمه علينا عندنا تمثيل نسبي ونعرفوا احنا المجالس باللي بتمشي بالتمثيل النسبي. اليوم الحمد لله رانا ولايه ما نقعدوش في هذه العقليه نتاع ديك كاين تنميه الحمد لله المجلس الولايه له دور مهم في تنميه وترقيه الولايه. عنده دور رقابي وعنده دور مداولتي، دور المداولتي هو الناس تجمع الشيء اللي يصلح واللي ما يصلحش، يعني كما نقولوا احنا هو العمود الفقري للتنميه في الولايه. بالنسبه للشيء الرقابي عندنا مديرين تنفيذيين نتواصلوا معاهم، عندنا لجان الحمد لله كاين 9 لجان في المجلس الولايه نفعلوها. عندنا الحمد لله كما نروحوا مثلا الجانب الفلاحي عندنا محيطات فلاحيه نربطوها بالكهرباء، عندنا طرقات كما نقولوا احنا لا بيست اللي تمشي نربطوا المزارع نتاعنا بالنسبه للمستثمرين الفلاحين. بالنسبه للشغل الحمد لله دوك اليوم احنا رانا ولايه جديده، اول حاجه اول خطوه نديروها نوقفوا على الحدود نتاع الولايه نتاعنا مع اربع ولايات مع جوج ولايات جديد هذو والولايه القديمه قردايه. كي نربطوا الحدود نتاعنا نحدوا البورناج تاع الحدود نتاعنا نعرفوا احنا الشركات اللي تتواجد في التراب نتاعنا وما تتواجدش في التراب نتاعنا باش نقضوا على مشكله الشغل ونقضوا على ما نقضوش في تجاذبات هاد لاباز تاع الشركه هذه لينا الشركه خاطيتنا هذه منها حاجه. وان شاء الله الناس اللي دارت الناس اللي دارت اليد في اليد ان شاء الله بربي ما يكون لها الخير ان شاء الله. نحن ترجع الناس لكبارها وتجمع مع كبارها وتداول على الشيء اللي يصلح والشيء اللي ما يصلحش. خلونا من العقليه هذه نتاع احنا مشكلتنا اننا ما نسلموش لبعض. جمعوا كل شيء اللي يصلح الحمد لله نمشوا فيه ما نقعدوش خلاص اليوم راه ما عندناش عذر ما عندناش دي قردايه ولا عندنا متليلي ولا عندنا ديك. اليوم مشكلتنا اللي سقمنا مشكلتنا المشكله اليوم راه فينا احنا يا نصلحوا يا ما نصلحوش في الاطارات نتاعنا يا يصلحوا يا ما يصلحوش هذا هو وشكرا.